أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي دبر أمور الكائنات بلطيف صنعته وعظيم قدرته أحسن تدبير، وأبدع المخلوقات بسابق إرادته الأزلية من غير سبق مثال، فصورها أتم تصوير، وخص النوع الإنساني منها بما زينه من حسن صورته وبديع شكله في أحسن تقويم وأقوم تركيب وأبدع تقدير، ثم حرص سواده عن الفساد بما ألهم به من تهذيب الأخلاق الباطنة. أحمده حمد من رأى آيات قدرته الباهرة، ونشكره شكر من اقترف من بحار كرمه الزاخرة. والصلاة والسلام على الهادي البشير السراج المنير الذي بعثه الله رحمة للعالمين، فهو نور العقول وضياؤها، وطبيب النفوس من أسقامها، وغذاء الأرواح وترياقها. ولله دار سيدي محمد بن عبد الكبير الكبتاني، ليجعل تعلق العقل والروح والنفس به صلى الله عليه وسلم، بل هو ممدها في قصيدته التي مطلعها هي الدرة البيضاء وعين الحقيقة، فقال: وواسطة الأمداد في كل ما بدا، حقيقة أحمد بحكم الخلافة، فتقتبس الأرواح منه جمالها، كذاك القلوب كالنفوس الزكية، ومجلاها الحضور بعد تقدم التحاضر من بعد التناظر عدتي، وما بين تصديق بدا وتصور مناظرة صحت ببرهان حجتي، وما عن تواتر مناظرة حكوا وصفها بكشف إن رقت عن أدلتي، وأولها نعت لنفس وطالع لقلب وشاهد لروح سمية، فصدق بنفس الأمر واقنع بظاهري، فالصدق أسرار أتت بالمعية، به سادة الأرواح، به سادة الأرواح يوم خطابها على وفق ما كان الجواب استمدتي. فاللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه ذوي العقول الراجحة النقية والنفوس الطاهرة الزكية والأرواح الشاهدة العلوية. نشكر لكم دعوتنا لهذا اللقاء الروحاني الذي جمع الله سبحانه وتعالى لنا فيه بمعيتكم ما بين شرف الزمان والمكان والإخوان. فشرف الزمان شهر رمضان، وشرف المكان هذا المكان الذي يذكر فيه اسم الله، وشرف الإخوان أنتم أهل الله وخاصته والذين مدحهم الله سبحانه وتعالى في كتابه وطهرهم تطهيرا، وسادة المشايخ والأساتذة من أهل العلم وأهل القرآن. فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في هذا المجلس الروحاني الذي تحفه الملائكة من دون شك، وتنزل فيه السكينة لقوله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. ونحن برعاية وعناية الله سبحانه وتعالى ورعاية وعناية الحاضر في كل الأحوال بشبحه أو جسده أو بروحه، سماحة شيخنا سيد الشيخ محمد عبد اللطيف بن قايد حفظه الله تعالى ورعاه وشفاه وعافاه، إذن وإذا العناية لاحظتك عيونها نم فالمخاوف كلهن أمان. أما بعد، هذا البحث الذي بين أيديكم أمرنا بأن يكون في موضوع أو حول العقل والنفس والروح، وقد قسمت هذا البحث إلى مقدمة وخاتمة وإلى أربعة مباحث، وكل مبحث إلى عدة مطالب على حسب الوقت، ولن أسرد خطة البحث باعتبار أننا سنعرفها خلال الشرح اغتناما للوقت. بداية، إن شخص الإنسان بالنسبة إلى العالم بما فيه عالم صغير، لأنه نسخة من العالم الكبير، حيث أن الله تعالى أوجد فيه عناصر العالم الكبير هذا الإنسان، فالإنسان نسخة مختصرة من الجميع ومؤلف من الكل، بعضه ظاهر جلي وبعضه غامض خفي، علما أن الحكمة من خلق العوالم بما فيها كانت إنما لخلق هذا الإنسان، لأنه المخلوق المؤهل لخلافة الله سبحانه وتعالى في الأرض، والمؤهل أيضا والمستحق لقبول الفيض الإلهي الرباني الذي يصل به إلى معرفة الله سبحانه وتعالى، ويتضح ذلك جليا في قوله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء
ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وعلم آدم الأسماء كلها، يعني هذا الإنسان. الآية، فالإنسان هو المخلوق المحبوب المجتبى المصطفى لمعرفة الله سبحانه وتعالى. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ونيل هذه الرتبة جاوز أفق الملائكة، لأنهم بمعزل عنها حيث قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. ومن هنا استحق الإنسان الخلافة ووراثة الله سبحانه وتعالى في الأرض دون الملائكة المقربين. قال جل ذكره ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. والعباد المقصود بهم من الإنسان لا من الملائكة. فإذا علمنا هذا وغيره، علمنا أنه لا بد من الإنسان أو للإنسان عموما والمسلم خصوصا أن يبصر ويتفكر ويتدبر في نفسه قبل النظر والتفكر والتدبر فيما حوله. قال جل ذكره وفي أنفسكم أفلا تبصرون. قال الإمام الألوسي رحمه الله تعالى في معاني الآية في روح المعاني أي وفي أنفسكم أفلا تبصرون، أي في ذواتكم آيات، إذ ليس في العالم إلا وفي ذات الإنسان له نظير يدل دلالة أو مثل دلالته على من فرد به من الهيئات الدافعة والمناظر البهية والتركيبات العجيبة. وآيات الأنفس أكثر من أن تحصى، منها ما هو ظاهر ومنها ما هو باطن. فعلى الإنسان أن ينظر ببصره وبعين بصيرته إلى نفسه أولا، فإنه إن عجز عن النظر والتفكر والتدبر في نفسه فإنه عن غير ذلك أعجز مما حوله من العوالم سفليها وعلويها. ولذا يقول سيدنا علي وينسب له رضي الله تعالى عنه وكرم وجهه دواؤك فيك وما تشعر، وداؤك منك وما تبصر، وتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. يقول سيدي في البحر المدير سيدي ابن عجيبة وعزاه الإمام القشيري يشير إلى أن النفس مرآة جميع صفات الحق، فلا يعرف أحد نفسه إلا بعد كمالها، وكمالها أن تصير مرآة كاملة تامة مسقولة قابلة لتجلي صفات الحق لها، فيعرف نفسه بالمرآتية ويعرف نفسه أو ربه بالتجلي فيها. قال تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. فعلى الإنسان أن يطلب معرفة نفسه فيه أو في من يدله على ذلك لا في غيره. يا قاصدا عين الخبر غطاه عينك، ارجع لذاتك واعتبر ما ثم غيرك، الخير منك والخبر والسر عندك وأنت مرآة النظر قطب الزمان. هذا وإنه من بين التركيبات التي يجب على الإنسان أن يتفكر ويتدبر فيها عقله ونفسه وروحه، وهو المبحث الأول يعني العقل. وفيه ثلاث مطالب: المطلب الأول في شرفه وحده وحقيقته وثمرته ومحله، والثاني أقسامه، والثالث نموه ورجاحته واختلاف الناس فيه. اعلم أن شرف العقل لا تعرف حقيقة أو أنه لا تعرف حقيقة الأشياء إلا بعد معرفة شرفها. وشرف العقل لا يحتاج إلى تكلف في إظهاره، ولا يحتاج إلى برهان ولا إلى دليل. وشرف العقل من شرف العلم، فالعقل منبع العلم ومطلعه وأساسه، والعلم يجري منه مجرى الثمرة من الشجرة والنور من الشمس والرؤية من البصر، فكيف لا يشرف ما هو وسيلة السعادة الأبدية في الدنيا والآخرة. فشرف العقل وجلالته مدرك بالضرورة، ويؤيده قوله تعالى الآية التي ذكرناها وإذ قال ربك للملائكة. فالإنسان لم يتميز عن البهائم إلا بالعقل، ولم يشرف إلا بالعلم. قال جل ذكره ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. يؤيد هذا المعنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الحكيم الترمذي وغيره عن سيدنا أبي هريرة وعن سيدنا أبي أمامة رضي الله تعالى عنهما، ورواه أيضا طبراني في الأوسط، أن الله سبحانه وتعالى وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما خلق الله العقل، فقال له أقبل فأقبل، ثم قال له أدبر فأدبر، قال وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا أكرم علي منك، بك آخذ أو بك أعطي، وبك آخذ وبك أثيب وبك أعاقب. ويستفاد من الحديث
أن للعقل إقبالا وإدبارا، فورث إقباله المقبلون وهم السابقون المقربون من ساداتنا الأنبياء عليهم السلام والأولياء، وهم أصحاب الميمنة وهم أصحاب الجنة، وورث إدباره المدبرون وهم أصحاب المشأمة وهم أهل النار. جعلنا الله وإياكم من أهل الإقبال لا من أهل الإدبار. فبالعقل يهتدي المهتدون، وبه على سبيل الرشاد يسيرون، وعلى طريق الضلالة والهلاك مبعدون. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ولذا جاء في حديث البيهقي عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن سيدنا عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: ما اكتسب المرء مثل عقل يهدي صاحبه إلى الهدى أو يرده عن ردى. فحده وتعريفه وحقيقته اختلف فيه الناس على أقوال شتى، وقالوا أن العقل كالروح لا يخاض فيه في بيان حقيقته والوقوف في ذلك، فالراجح طريق الخوض والمختار طريق الوقف. قال صاحب الجوهرة: والعقل كالروح، ولكن قرروا فيه خلافا فانظرا ما فسروا، وهو لغة البنع، من عقلت البعير إذا منعته من السير بالعقال. وسمي لذا العقل بالعقل أو عقلا لمنعه صاحبه من العدول عن سواء السبيل، فهو نور يميز به صاحبه بين الضار والنافع ويحجزه عن ارتكاب الأوزار. واصطلاحا هو ملكة للنفس بها للعلوم والإدراك، للعلوم والإدراكات، وهو جوهر لطيف تدرك به الغائبات بالوسائط والمحسوسات بالمشاهدات، وثمرته أقصى ما تبلغه غاية الإنسان مع الاعتراف بالعجز والتقصير، هو معرفة الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولا يكون ذلك إلا بالعقل، وعليه فإن شرف أو أشرف ثمرة للعقل معرفة الله عز وجل. ويبلغ الإنسان هذه الدرجة بطاعة الله والكف عن معصيته والإكثار من ذكره وصحبة العارفين بالله. محل العقل، اختلف العلماء في تحديد محل العقل، فمنهم من قائل أن محله الدماغ، ومن قائل أن محله القلب، واختلافهم في ذلك لعدم استقرار العقل على نسق واحد وانجذابه إلى ما هو حسن تارة وإلى ما هو سيء تارة أخرى. فإذا رأى تدبيرا حسنا كان مسكنه القلب، وإذا رأى تدبيرا سيئا كان مسكنه ماذا؟ الدماغ. وقيل خلقه الله سبحانه وتعالى في الدماغ وجعل نوره في القلب. المطلب الثاني لهذا المبحث: أقسام العقل. للعقل تقسيمات عديدة، منها ما يتعلق بالنسبة والاستمداد، ومنها ما يتعلق بالطبع والاكتساب. فما يتعلق بالنسبة والاستمداد كما قال سيد ابن عجيب رحمه الله تعالى وقدس سره، ينقسم إلى عقل أكبر وعقل أصغر. فالعقل الأكبر هو أول نور أظهره الله للوجود، ويقال له الروح الأعظم، ويسمى أيضا بالقبضة المحمدية، ولا يناله إلا المحبوبون الذين اختارهم الله سبحانه وتعالى لمعرفته الخاصة، وهو الذي يدرك به صاحبه الصانع القديم قبل التجلي وبعده لصفاء نوره وشدة شعاعه. هذا هو العقل الأكبر. القسم الثاني عقل أصغر، وهو الذي يستمد نوره من العقل الأكبر بالمعنى الذي ذكرناه، كاستمداد القمر من نور الشمس، فلا يزال نوره ينمو بالطاعة والرياضة والتطهير من الهوى حتى يدخل العبد مقام الإحسان وتشرف عليه أو تشرق عليه شمس العرفان. وهذا القسم نوره ضعيف، يعني العقل الأصغر نوره ضعيف، لا يدرك إلا افتقار الصنعة للصانع أو إلى صانعها، ولا يدرك ما وراء ذلك، وهو الذي يعطيه الله تعالى لعامة الناس. إذا انطوى نور العقل الأصغر في نور العقل الأكبر كانطواء نور القمر عند طلوع الشمس، يرى صاحبه من الأسرار والغيوب ما لم يكن يراه من قبل. ومن التقسيمات ما يتعلق بالطبع والاكتساب، فهو فقسم ما كان بالطبع يعني بالجبلة موهوب، قسم يعني بالجبلة والملكة والغريزة، وهو الذي يعلم صاحبه الضروريات مع استعداد النفس لاكتساب النظريات، والتي تكون بدورها مخزونة عند القوة العاقلة بحيث تحصل لها ملكة الاستحضار متى شاءت من غير تجسم أو تجسم كسب شديد. والقسم الثاني بهذا الاعتبار ما كان بالاكتساب، يعني عقل يكتسب، وهو الذي تحضر عنده النظريات
التي أدركها بحيث لا تغيب عنه، يعني يستحضرها. ومن هنا يقول سيدنا علي كرم الله وجهه في هذا الاعتبار الثاني للتقسيم: رأيت العقل عقلين، فمطبوع ومسبوع. المطبوع هو الموهوب، والمسموع هو المكتسب. رأيت العقل عقلين، فمطبوع ومسموع، ولا ينفع مسموع إذا لم يكن مطبوع، ولا ينفع مسموع إذا لم يكن مطبوع، كما لا تنفع الشمس وضوء العين ممنوع. المطلب الثالث لهذا المبحث: نمو العقل ورجاحته واختلاف الناس في ذلك. إن تفاوت تمام العقول ورجحانها أمر لا سبيل إلى جحوده وإنكاره، فإن العقل يشرق نوره عند بدو سن التمييز، ثم لا يزال ينمو ويزداد نموا خفي التدريج إلى أن يتكامل بقرب 40 سنة، وهذا هو المشهور. وقد ذكر الفيروز أبادي صاحب القاموس أن بعض الحكماء قال إن ابتداء وجود العقل عند اجتنان الولد، عندما يكون الولد جنينا يبدأ، ثم لا يزال ينمو ويزيد إلى أن يكتمل عند البلوغ، فظاهره أن كماله عند سن البلوغ، وهو أمر أو محل تأمل، ولكن الراجح كما ذكرنا والمشهور يكتمل عند سن 40. وعليه فإن تفاوت الناس في رجحان العقل وكماله يظهر جليا في اختلاف فهم العلوم الخفية المدرك وانقسامهم إلى أقسام الناس، يعني من له عقل كامل وإنسان ذكي وإنسان بليد. فمن له عقل كامل يعني عقل مهذب تنبعث من نفسه حقائق الأمور وتنفجر دقائقها دون تعليم، وفي مثله يقول الله سبحانه وتعالى: يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور. مثال ذلك عقول ساداتنا الأنبياء عليهم السلام والأولياء من عباد الله الصالحين، إذ تتضح لهم بواطنهم المقدسة أمور تحتار منها العقول من غير سابق علم أو تعلم أو سماع، بل بتقوى الله ومراقبته ومشاهدته. قال تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. والذكي وهو الذي يتوقد ذهنه ذكاء وصفاء يفهم بأدنى رمز وإشارة، والبليد وهو جامد العقل والطبع غير فطن لا يفهم ما يلقى إليه إلا بعد تعب طويل من التعليم. وهنا تجدر الإشارة إلى أن أكمل العقول وأتمها وأرجحها هو عقل نبينا الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقد أخرج أبو نعيم في الحلية عن سيدنا وهب بن منبه قال: قرأت 71 كتابا فوجدت في جميعها أن الله تعالى لم يعطي جميع الناس من بدء الدنيا إلى انقضائها من عقل أو من العقل في جنب عقل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا كحبة رمل من جميع رمال الدنيا، وأن عقل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو أرجح العقول وأفضلها رأيا. المبحث الثاني: النفس. قسمته إلى مطلبين: الأول مفهوم النفس وحقيقتها، والثاني أقسامها. المراد بالنفس هنا بالمعنى المعنى الجامع لقوة الغضب والشهوة في الإنسان، وهذا الاستعمال هو الغالب على أهل التصوف، لأنهم يريدون بالنفس الأصل الجامع للصفات، فيقولون لا بد من مجاهدة النفس وكسرها، وإليه تجدر الإشارة بقوله صلى الله عليه وسلم: أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك. وهي عند القوم أيضا عما يذم من أفعال العبد وأخلاقه. فالنفس أضر الأعداء وبلاؤها أصعب البلاء وعلاجها أعسر الأشياء. والنفس بهذا المعنى لا يتصور رجوعها إلى الله إلا بعد مجاهدة ومصابرة ومصاحبة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فإن جاهدها صاحبها وصابرها وألزمها مصاحبة أهل الفضل والصلاح لانت ورقت وتطلعت لمعالي الأمور وأعرضت عن سفاسفها، وكل ذلك بمدد إلهي وعناية ربانية. قال السيد مرتضى: إلا أن صاحبها هذه النفس إذا لوحظ بعين الإمداد وجذبته العناية بأزمة السداد أهزل من أنفتها وحقر من افتخارها وأفرضها من الرياضة في جبل صعب المسالك بعيد المدارك، ليس لعشاق الرياسة إليه من سبيل ولا لذوي الهمم العلدنية عليه من تعويل، لأن حب الرياسة هو أصل الأفات المعنوية والأمراض القلبية. قال سيد ابن عاشر: وأعلم بأن أصل الأفات حب الرياسة وترك الآتي. وبالمقابل فإن النفوس القدسية إذا اطمأنت إلى الله تعالى شعشعت بصيرتها كشعاع البصر، وعند تعطيل الحواس بالنوم أو بالموت
ترجع النفس إلى عالم الملكوت، ولها عروج في العلويات بحسب قوتها في الترقي والسير في عالم الملكوت، فيعلو شعاع بصيرتها إلى عالم الروحانيات كشعاع البصر في السماوات. وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، وهناك تكشف كل سر غامض وتشاهد الملكوت مشهد راشد، وإذا البصائر أينعت ثمراتها نالت بها الأبصار كل شوارد. كما أن لها في سيرها وترقيها إلى عالم الملكوت معارج على قدر تبدل صفاتها بالسير وبحسب تلطف ذاتها بالتزكية عن أوصافها على أيدي أهل النفوس وتربيتها وتزكيتها. ومن لم تكن نفسه كذلك، أي لم تتوقد ولم تضع، لم يكن له حظ من الدين إلا قشوره ورسومه الظاهرة، ولن يصل إلى لبابه وحقيقته وخلاصته، والتي ترجع في مجملها إلى اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء بسنته. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. كما ترجع أيضا إلى التحقق بمقام الإحسان، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذا هو حد التعريف أو حد وتعريف التصوف عند شيخنا سيد الشيخ محمد بن القايد قدس الله سره. المطلب الثاني لهذا المبحث أقسام النفوس. قسم بعض العلماء النفس إلى 7 مراحل أو 7 أقسام: نفس الأمارة بالسوء، واللوامة، والملهمة، والمطمئنة، والراضية، والمرضية، والكاملة. وكل ذلك مستمد من كتاب الله سبحانه وتعالى. فالنفس الأمارة بالسوء هي المأخوذة من قوله تعالى: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. واللوامة في قوله تعالى: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. والملهمة هي المقصودة في قوله تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. والمطمئنة والراضية والمرضية والكاملة هي هذه 4 مقصودة في قوله تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، هي النفس الكاملة. قال السيد بكري رحمه الله تعالى: النفس حية تسعى ولو بلغت مراتبها 7، فتترقى النفس أو فترقي النفس لا ينقطع أبدا ولو كانت نفسا كاملة. لماذا؟ لأن الكمال يقبل الكمال، فلم تزل تترقى هذه النفس حتى تشهد الحق تعالى قبل الأكوان بعين اليقين وعلم اليقين وحق اليقين. وعند ذلك يصير الإنسان يشاهد الله سبحانه وتعالى مشاهدة في كل الأشياء من غير حلول ولا اتحاد ولا اتصال ولا انفصال، كالمرآة ترى فيها وجهك من دون أن يحل وجهك فيها ولا اتحاد. وهذا مشهد ذوقي لا يدركه إلا أهله وأصحابه. صاحب هذا المقام لا يفطر عن العبادة، لأنها صارت طبعه إما باللسان وإما بالجنان وإما بالأركان، فحركاته حسنات وأنفاسه عبادات، فهو محفوظ من الوقوع في المخالفات لحضوره دائما مع الله سبحانه وتعالى في جميع الحالات. فذكر العامة باللسان والخاصة بالجنان وذكر خاصة الخاصة بالروح، فيذكر الله عند كل شيء وعلى كل شيء وفي كل شيء يعرف الله تعالى فيه، وهنا يخلص اللسان ويبقى كالمبهوت في محل العيان، ويعد ذكر اللسان في هذا المقام ضعفا وبطالة. ما إن ذكرتك إلا هم يذمني سري وقلبي وروحي عند ذكراك، حتى كأن رقيبا منك يهتف بي: إياك ويحك والتذكار إياك، أما ترى الحق قد لاحت شواهده وواصل الكل من معناه معناك. المبحث الثالث وهو الروح، تطرقت فيها إلى 4 محاور أو مطالب. المطلب الأول تعريف الروح. قال صاحب إتحاف السادة المتقين: إن الروح لطيفة ربانية روحانية لها بالقلب الجسماني الصنوبري المودع في الجانب الأيسر من الصدر تعلقا معنوي ليس تعلقا حسي، وهي حقيقة الإنسان الكمالية. وقد تحيرت عقول أكثر الخلق في إدراك وجه العلاقة ما بين الروح والعقل. وقسمها البعض إلى 2 قسمين. سيد العز بن عبد السلام سلطان العلماء رحمه الله تعالى قال: إن في كل جسد روحين، أحدهما روح اليقظة والثانية روح الحياة. فروح اليقظة التي أجرى الله سبحانه وتعالى العادة بأنها إذا كانت في جسد الإنسان كان مستيقظا، فإذا خرجت منه نام ورأى المنامات والرؤى. والثانية روح الحياة التي أجرى الله تعالى بأنها إذا كانت في الجسد
كان حيا فإذا فارقته مات، فالروح هي التي قام بها البدن واستحق بها اسم الحياة، وهاتان الروحان يقول سيد العز بن عبد السلام في باطن الإنسان لا يعرف مقرهما إلا من أطلعه الله على ذلك. المطلب الثاني جواز الخوض في الروح من عدمه. قال تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. لم يوجد الاختلاف من أرباب النقل والعقل في شيء كاختلافهم في ماهية الروح، ولو لزمت النفوس حدها معترفة بعجزها كان ذلك أجدر بها وأولى. والسؤال في الآية كان عن حقيقة الروح الذي هو مدار البدن الإنساني ومبدأ حياته، لأن في ذلك أو لأن ذلك من أدق الأمور التي لا يستطيع أحد إنكارها، وتشرئب كل على معرفتها، وتتوفر دواعي العقلاء إليها، وتكل الأذهان عنها، ولا تكاد تعلم إلا بوحي، وهذا الذي عليه الجمهور. والمعنى أننا نحن معاشر جمهور المحققين من أهل السنة والجماعة لا يجوز الخوض في بيان حقيقة الروح إذا الخوض في بيان حقيقتها مكروه لعدم التوقيف في ذلك. أما عند أهل التصوف أو عند إمام الطائفة فرأى أن ذلك محرم وقال الروح شيء، سيد الإمام الجنيد قدس الله سره قال الروح شيء استأثر الله تعالى بعلمه فلم يطلع عليه أحد من خلقه أو فلم يطلع عليه أحد من خلقه، فلا يجوز لعباده البحث عنها بأكثر أنها موجودة، وفي ذلك إظهار لعجز المرء حيث لم يعلم حقيقة نفسه التي بين جنبه مع القطع بماذا بوجودها. لكن وجد لأهل مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى ممن خاض في بيان الروح فقال هي جسم ذو صورة كصورة الجسد في الشكل والهيئة، يعني رأس وأطراف وأرجل إلى غير ذلك. وإذا يقول صاحب الجوهرة ولا تخذ في الروح إذ ما ورد نص من الشارع لكن وجد لمالك هي صورة كالجسد فحسبك النص بهذا السند. فإن قيل كيف يخوضون في الروح مع أن الآية دالة دلالة صريحة في عدم الخوض فيها، حيث أمر الله الحق سبحانه وتعالى أو أمر الحق سبحانه وتعالى نبينا الكريم بأن يقول قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فأجيب بأنه إنما أمر عليه الصلاة والسلام بأن يقول إن الروح من أمر ربي وترك الجواب تصديقا لما كتب في كتب اليهود، هم الذين سألوا له أو سألوه من أن الإمساك عن ذلك وعدم إجابته صلى الله عليه وسلم عن سؤالهم عن الروح يعتبر من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم، إذ أنه صلى الله عليه وسلم لم يخرج من الدنيا حتى أطلعه الله على جميع ما أبهمه الله عليه من الروح وغيرها مما يمكن علم البشر به لا على جميع معلوماته تعالى، وإلا لزم مساواة الحديث أو الحادث بالقديم. المطلب الثالث ما بين عالم الأجساد وعالم الأرواح. يتضح ربما ذلك جليا في قوله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ولذا سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه في أيام خلافته يعجب ويقول الصحابة الكرام في براه بن أبي حاتم بن مردويه وغيره قال العجب من رؤيا الرجل يبيت فيرى الشيء لم يخطر على باله فتكون رؤيا كأخذ اليد، ويرى الرجل الرؤيا فلا تكون رؤيا شيئا. سيدنا علي باب مدينة العلم حاضر فقال يا أمير المؤمنين أفلا أخبرك بذلك؟ لماذا؟ يعني الإنسان ربما يرى رؤيا حسنة فيها من الخير فيها من الأسرار والمعارف ما فيها، وربما يرى رؤيا سيئة، بما يكون ذلك؟ ألا أخبرك بذلك يا أمير المؤمنين؟ فذكر له الآية الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها الآية، فقال له فالله تعالى يتوفى الأنفس كلها فما رأت وهي عنده جل في علاه في السماء كانت رؤيا صادقة، وما رأت إذ أرسلت إلى أجسادها فهي الرؤيا الكاذبة، لأنها إذا أرسلت إلى أجسادها تلقتها الشياطين في الهواء فكذبتها وأخبرتها الأباطيل وكدرت صفوها فكذبت فيها. فعجب سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه من قول سيدنا علي كرم الله وجهه. ولذا يقول بعض السلف يقبض الله أرواح الأموات إذا ماتوا وأرواح الأحياء إذا ناموا، ف
فتتعارف ما شاء الله أن تتعارف. يقول سيد ابن عطاء الله السكندري قدس الله سره في علاقة الروح بالجسد: خلق الله الأرواح قبل الأجساد، لقوله تعالى: ولقد خلقناكم ثم صورناكم. فقوله تعالى: ولقد خلقناكم إشارة إلى خلق الأرواح، ولقد ثم صورناكم إشارة إلى ماذا؟ إلى خلق الأجساد. إلا أن الجسد يضمحل ويفنى ويزول، وهي باقية، الروح باقية لا تفنى، ولكن تنتقل من مرحلة إلى مرحلة ومن عالم إلى عالم. سبع من المخلوقات غير فانية: العرش والكرسي ثم الهاوية واللوح والقلم والأرواح وجنة في ظلها نرتاح. المطلب الرابع: أرواح الأولياء. يقول سيدي أبو مدين الغوث قدس الله سره في حكمه: عيش الأولياء في الدنيا عيش أهل الجنة، أبدانهم تتمتع بأمره، وأرواحهم تتنعم بشهوده ونصره. ولذا يقول قائلهم: نحن في لذة لو ذاقها الملوك لجالدون عليها بالسيوف، لأنه كل نفس تذوق الموت وليست كل نفس تذوق الحياة. هذه أرواح الأولياء في الدنيا، وذلك لأن أرواح أهل الجنة متمتعة بالمشاهدات، وأجسامهم مطهرة من دنس المخالفات، إذ لهم الحضور الدائم وليس عليهم التكليف بلازم. والأولياء في الدنيا يعيشون كذلك ويتنعمون بما تنعم به أولئك، لأن أرواحهم قد شرفت بنعيم الحضور والشهود، وأجسامهم قد تلذذت بامتثال الأوامر ووفاء العهود. والأمثلة في ذلك كثيرة، وقع للصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم. ففي الحديث الذي رواه الترمذي واللفظ له أن النبي صلى الله عليه وسلم أصبح عن سيدنا بريدة، أصبح النبي صلى الله عليه وسلم فدعا سيدنا بلال فقال: يا بلال، بما سبقتني البارحة إلى الجنة؟ سمعت خشخشة عليك أو خشخشتك أمامي، أين كانت روحك؟ فقال له سيدنا بلال، لم ينكر ذلك، هم يعلمون، أهل الأولياء يعلمون أين تبيت أرواحهم. فقال: والله يا رسول الله، وذكر أمرا بسيطا وهو جليل وعظيم، والله يا رسول الله، ما أذنت إلا صليت ركعتين، وما أصابني حدث إلا رأيت أن لله حقا علي فصليت ركعتين. فإن كانت روح سيدنا بلال، هذه أرواح الأولياء، أجسادهم في الدنيا وأرواحهم في الملكوت. وكذلك لأرواح الأولياء تعلق خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، تعلق خاص، سواء في حالة الوفاة أو بعد الوفاة أو قبل الوفاة في حياتهم، وفي وأرواحهم في أجسادهم. بعد وفاتهم ربما يلحظ في ما وقع لسيدنا جعفر رضي الله تعالى عنه عندما استشهد في غزوة مؤتة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة يخبر سادتنا الصحابة الكرام الخبر، حتى يرفع طرفه إلى السماء ويرد السلام، فيقال: ما ذاك يا رسول الله؟ قال: هذا جعفر في كوكبة من الملائكة يسلم عليكم. انظر الروح، كيف أرواح الأولياء كيف لها تعلق بروح النبي صلى الله عليه وسلم، إذ هو الممد صلى الله عليه وسلم. وكذلك يكون ذلك في حال حياتهم وأرواحهم في أجسادهم. وقد جاء أن سيدي أحمد الرفاعي قدس الله سره عندما زار النبي صلى الله عليه وسلم قال: في حالة البعد روحي كنت أرسلها تقبل الأرض عني وهي نائبتي، وهذه دولة الأشباح قد حضرت، فامدد يمينك كي تحظى بها شفتي. روح المريد مع الشيخ، وروح الشيخ مع المريد. لم أشأن أطيل في ذلك، ولكن حضرني ما وقع ما بين سيد الإمام الشعراوي رحمه الله تعالى وشيخه سيد الشيخ محمد بن القايد قدس الله سره في علاقة روح المريد بروح شيخه. ففي رسالته التي بعثها له قال، ويتضح جليا: إذا صفى الود حمل فراق البعد، والذي يشتاق إلى رؤية أحد هو من غاب عن فكره، وأنت والحمد لله لا تغيب عن فكره، ويشهد الله على ذلك، لأننا قد تحاببنا في الله، وما دمنا قد تحاببنا فيه فنحن في معيته، ومعيته لا تعرف الأزمنة المتعددة ولا الأمكنة المتشتتة. إذن كان دائم الاتصال الروحي بشيخه، حتى يشهد الله سبحانه وتعالى أن الاتصال هذا غير منقطع أصلا، في كل لحظة دائم الاتصال به، وقد بعدت المسافات وتعددت الأزمنة. المبحث الرابع: أوجه التوافق والاختلاف ما بين العقل والنفس والروح أو الجسد. إذا ذكرنا العقل ربما نذكر الجسد. أكتفي بحكمة لسيدي أبي مدين، سيدي أبو مدين الغوط قدس الله سره، فيقول: الأجسام يعني العقول والقلوب أقلام، الأجسام أقلام، والأرواح ألواح، والنفوس كؤوس.
فالأجسام أقلام، يعني بما يظهر لها من خلالها من الآثار كالصلاة والزكاة والصوم والحج إلى غير ذلك، العبادات الظاهرة. والأرواح ألواح، لأنها محل تنزل الفيوضات الربانية والأسرار الربانية والإلهية. والنفوس كؤوس، لأنها يرتشف بها ما خطته الأقلام على الأرواح. يا خادم الجسم كم تشقى بخدمته، أتطلب الربح مما فيه خسران، أقبل على النفس فاستكمل فضائلها، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. وأذكر هنا أيضا قولا لسيد أحمد بن موسى الكرزازي رحمه الله تعالى، أحد أعلام القرن السابع عشر ميلادي، وأحد تلامذة سيدي أحمد بن يوسف الملياني الراشدي، يذكر يعني علاقة النفس بالروح والعقل، فقال: نفسي وروحي في الطريق تخالفوا، يعني تخالفت النفس مع الروح، نفسي وروحي في الطريق تخالفوا، وعقلي محير بينهم يشوف. تحير العقل يلحق بالروح أم بالنفس، وعقلي محير بينهم يشوف. إذا طلع على الروح العقل به توالفوا، وإذا نزل للنفس راح تلف، يعني يتلف إذا رجع للنفس. فعلو العقل إذا اتصل بالروح، فإذا رجع إلى النفس ذهب وأتلف. خاتمة البحث: اتضح لنا جليا من خلال ما ذكرناه أنه من أراد رجاحة عقله وكمال وتزكية نفسه وغذاء روحه وعلو روحه، فعليه بمصاحبة من كملت عقولهم وتنورت قلوبهم وزكت نفوسهم وعلت أرواحهم. فبمعاشرتهم ومجالستهم يتصف الإنسان بالصفات الحميدة التي من اتصف بها فقد شابه ساداتنا الملائكة عليهم السلام، وقرب منهم والملائكة مقربون والقريب من القريب قريب. فما أفلح من أفلح إلا بصحبة من أفلح، ولذا قالوا: مع من تكون بحاله تكون. وإلا إن غمس الإنسان في غياهب الأخلاق الذميمة والتي هي أمراض القلوب وأسقام النفوس التي تفوت بها حياة الأبد، وأين منها الأمراض التي لا تفوت بها إلا حياة الجسد، شتان ما بينهما. فالعناية بضبط قوانين العلاج لأمراض القلوب أمر ضروري وواجب، لأن في ذلك حياة باقية للأبد، وهذا النوع من الطب واجب تعلمه على كل ذي لب. عليك بأرباب الصدور، فمن غدا مضافا لأرباب الصدور تصدر، وإياك أن ترضى بصحبة ساخط فتحط قدرا من علاك وتحقرا. وهذا النوع أيضا من الطب هو وظيفة ساداتنا الأنبياء عليهم السلام ومن وارثهم من المشايخ والصالحين الذين هم أرباب القلوب وأطباء النفوس، لأن أكثر الخلق جاهلون بعيوب أنفسهم، يرى أحدهم القذى في عين أخيه ولا يرى الجذع في عين نفسه. فمن أراد أن يرتقي بنفسه وعقله وروحه فعليه أن يجلس بين يدي شيخ كامل في ذاته، مهذب بآداب الشريعة، بصير بعيوب النفس وآفات العقل وعوائق ترقي الروح، وهو أمر قد عز في هذا الزمان وجوده. قال سيد ابن عطاء الله السكندري: سبحان من لم يجعل الدليل على أوليائه إلا من حيث الدليل عليه، ولم يوصل إليهم إلا من أراد أن يوصله إليه. وقال في المباحث الأصلية: وإنما القوم مسافرون لحضرة الحق وضاعنون، فافتقروا فيه إلى دليل ذي بصر بالسير والمقيل، قد سلك الطريق ثم عاد ليخبر القوم بما استفاد. وفي هذا المعنى قال الله تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي. يقول سيدي صاحب روح المعاني الإمام الألوسي في قوله تعالى: فادخلي في عبادي، أي في زمرة عبادي الصالحين المخلصين، وانتظمي في سلكهم وكوني في جملتهم، لأن الأمر بالدخول في جملة عباد الله تعالى الصالحين إشارة إلى السعادة الروحانية لكمال استئناس النفس بالجليس الصالح، والأمر بدخول الجنة إشارة إلى السعادة الجسمانية. ولفضل الأولى الدخول في عباد الله الصالحين على الثانية، قدم الأمر الأول وجيء بالثاني على وجه التتميم، فأمر بدخول في عباد الله الصالحين قبل دخول الجنة، فقال: فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ولا تظنن أن تزكية النفوس وترقية الروح تتيسر بطريق العقل، كلا، كما ظن بعض الفلاسفة حيث شرعوا في تزكية نفوسهم بالمجاهدات فوقعوا في الآفات، بل إن ذلك يحتاج لمعالجة كمعالجة الأبدان، فإنه كما لا يجوز للمريض استعمال الأدوية برأيه إلا بنظر طبيب حاذق ذي تجربة في المعالجة، كذلك تزكية النفوس وترقية الأرواح وتدوير العقول لا يتيسر إلا بنظر نبي أولي ذو تجربة في هذا الشأن. وهذا أحد أسرار بعثة ساداتنا الأنبياء عليهم السلام،
وتوريثهم هذه المهمة لمن بعدهم من العلماء والأولياء والصالحين. صلى الله سبحانه وتعالى: اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا سالما معصوما، وأن لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. بجاه النبي وآله والبخاري ورجاله، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يمد في عمر شيخنا، وأن يمتعه موفور الصحة والعافية، وأن يبارك له في أنجاله وفي عائلته وطلبته ومريديه وزواياه. حقق اللهم له ما رجا فوق ما رجا، جعلنا بركته من كل ضيق فرجا ومخرجا، وبارك في بلدنا الجزائر، احفظها بحفظك وكلاها بكلاءتك، ورعها برعايتك، وادفع عنها كيد الكائدين وحسد الحاسدين وبغض المبغضين، وحقق اللهم فيها رجاء الصالحين وسائر بلاد المسلمين، وبارك في من وليته أمرنا، اجمع به شملنا، واحد به كلمتنا، واضرب به كيد الأعداء عنا. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.